السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي The Bite of Delight او قطمة السعادة. انا صبا، وفي الفيديو ده ان شاء الله هوريكم طريقة كشري المحلات اللي كل الناس بتحبه وبتموت فيه. انا شخصيا بحب الاثنين، بس بميل اكتر للكشري البيتي اللي انا نزلته لكم قبل كده. تعالوا يلا نشوف مع بعض. وبليز لو انتم لسه اول مرة تشوفوني وتشوفوا قناتي، اعملوا باوز دلوقتي حالا واشتركوا في القناة واضغطوا على سبسكرايب مع تفعيل الجرس عشان ما يفوتكمش اي فيديو جديد بنزله. وكمان بليز ابدوا الاعجاب بالفيديو ودوسوا لايك، لان ده بيدعمني وبيخلي الناس تشوف الفيديو اكتر. وما تنسوش تبصوا اسفل الفيديو في صندوق الوصف، هتلاقوا الوصفة المكتوبة لو انتم بتشوفوني على يوتيوب. اول حاجة عندي كوباية من الحمص، هغسله كويس وبعدين هحط عليه مية مغلية تغطيه وهسيبه يتنقع لمدة من 4 لـ5 ساعات تقريبا، وهغير عليهم المية كل ساعة وهجددها بمية مغلية تاني. المية المغلية بتسرع وقت النقع. هعمل نفس الحكاية مع كوبايتين عدس بني مغسولين، هنقعهم في مية مغلية لمدة من 4 لـ5 ساعات ونغير المية المغلية عليهم بنفس الطريقة. بعدها بصفي الحمص وبحطه يتسلق في مية مغلية تغطيه لمدة تقريبا 20 دقيقة أو نص ساعة لحد ما يستوي. هصفي العدس وهحطه في بان وهغطيه بمية مغلية لمدة تقريبا 15 دقيقة يتسلق متغطي بفويل والغطا عشان يستوي بسرعة. وخلاص كده العدس بتاعي اصبح جاهز، هصفيه وهرجعه لبان اوسع علشان اعرف اقلبه كويس. وعلى نار متوسطة هادية هضيف شوية ملح وهفضل اقلب فيه لحد لما ينشف تماما من كل السوائل اللي فيه زي ما هو واضح كده، ويبقى مفلفل، وده بيطول عمره علشان التجفيف من الماء بيخليه ما يبصش بسرعة زي المحلات ما بتعمل بالظبط. وعرفت المعلومة دي من قناة اسمها بنت الغفير. هنيجي للبصل، هقطع حوالي 8 بصلات كبار شرائح زي كده، ممكن اقل بس انا بحبه يبقى كتير، والفوائد بشيلها في الفريزر بعد كده متغلفة في علبة بينفعني في اكلات تانية بعد كده. وهحط عليه كمية بسيطة من الملح علشان يطلع سوائل، وبعدين كوباية من الدقيق المنخول علشان الدقيق يمسك على البصل بسبب السوائل اللي البصل طلعها. لو تلاحظوا انا شلت نشا الذرة من الوصفة دي علشان بيتحرق بسرعة اثناء القلي لو ما خدتوش بالكم منه. اقليه في زيت غزير سخن على درجة حرارة 180 مئوية تقريبا لحد ما ياخد لون ذهبي زي كده، ما تطولوش عليه علشان ما يتحرقش. والزيت اللي حمرنا فيه البصل هو اساس كل المكونات الاخرى، فلازم نبدأ بتحمير البصل في البداية. بصوا قرمشته حلوة ازاي. وهنا حبيت اوريكم ازاي بطحن ورق اللورا او ورق الغار، وبعدين بنخله وبطحن اي ورق لسه كبير بعد النخل مرة تانية. دلوقتي هحضر خلطة بهارات صلصة الكشري، ودي شفتها في قناة اسمها سر اكل الشارع وعجبتني قوي، طعمها مشابه بنسبة 95% لطعم صلصة كشري المحلات. هحط معلقة كبيرة من كل من البابريكا، الكزبرة الجافة المطحونة، كمون، اوريجانو او زعتر بري، ورق اللورا او ورق الغار اللي احنا لسه طحنينه، والفلفل الاسود. وهضيف نص معلقة كبيرة من القرنفل المطحون، ومعلقة صغيرة من جوز الطيب، ورشة من الشطة، ودي اختياري. عندي هنا بوت مناسب هحط فيه معلقتين كبار من الزيت اللي قلينا فيه البصل، وهحط 4 فصوص ثوم متوسطين مهروسين على البارد، وهفتح النار، واول ما ريحتهم تطلع هحط عليهم معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة، ولما ريحتهم يطلعوا هما الاتنين هضيف معلقتين كبار من معجون صلصة الطماطم، وهحط لتر من عصير الطماطم. وحوالي كوباية من المية المغلية، وهضيف لها ملح حسب الذوق، وهسيبهم يغلوا كويس مع بعض حوالي 15 لـ20 دقيقة تقريبا. وبعدين في بان على جنب هحط معلقتين كبار من زيت تحمير البصل وعليهم 6 فصوص من الثوم المهروس، وهفتح النار
لما ريحتهم تطلع هضيف معلقة كبيرة وربع من بهارات الصلصة اللي حضرناها مع بعض ونقلب لحد ما تظهر ريحتهم، وبعدين هضيفهم كطشة لصلصة الكشري. وشموا الريحة بقى دلوقتي، حاجة بصوا تحفة بجد، تحفة تحفة، تجنن صلصة كشري المحلات بالظبط. فكرة الطشة انا عرفتها من فيديو لبرنامج عباسيات كان عامله من جوه محل كشري ابو طارق. المحل ده مشهور قوي قوي في مصر. وهنغليهم غلوتين وخلاص كده، هطفي عليها والصلصة بتاعتي اصبحت جاهزة. دلوقتي بقى هعمل الرز، هعمله بشعرية زي المحلات، هحط كوباية وتلات ارباع من الشعرية وممكن اكتر حسب ذوقكم، وهحمرهم بدون دهون وده بيبقى اسرع في التحمير واخف. وبعدين هضيف تلات معالق كبار من زيت تحمير البصل، وهضيف لهم تلات كوبايات من الرز المصري المغسول، وممكن تجففوه من النشا لو حابين برضو زي ما وريتكم قبل كده. وبعد كده هضيف تلات معالق صغيرين من الملح، وهضيف 4 كوبايات من المية المغلية، 3 كوبايات لتسوية الرز وكوباية لتسوية الشعرية، وهغطيه بفويل والغطا وهسويه لمدة 5 دقائق على نار عالية. وبعدين هوطي النار خالص وهحط شياطة من تحت البوت وهسويه لمدة من 10 ل 15 دقيقة متغطي لحد ما يستوي. ودلوقتي هسلق المكرونة في مية مغلية وملح. انا ما لقيتش مكرونة صغيرة غير شكل الشيلز دي، وبسلقها لوحدها الاول، وبعد كده هسلق سباجيتي باستا متقطعة صغير وهصفيهم وهخلطهم على بعض، وهحط عليهم معلقة كبيرة من زيت تحمير البصل ونخليهم على جنب. ودلوقتي هعمل الشطة بتاعت الكشري. في بان مكان الطشة اللي عملناها للصلصة هحط معلقة كبيرة من الزيت بتاع تحمير البصل، هحط 3/4 معلقة صغيرة من الشطة وشوية ملح بسيطة، وهقلبهم مع بعض على نار هادية لحد ما ريحة الشطة تظهر. وبعدين هضيف كبشة من صلصة الطماطم، تعتبر حوالي نص كوباية من الصلصة، وهضيف كوباية من المية المغلية وهغليهم مع بعض شوية، وبعدين هطفي وخلاص كده الشطة جهزت عندي. واخيرا هعمل الدقة، هحط 2 فص ثوم كبير وعليهم شوية ملح ونص معلقة صغيرة من الكمون وربع معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة، وهحط معلقتين كبار من عصير الليمون وتلات معالق كبار من الخل ونص كوباية من المية. وكده خلاص الكشري بتاعي اصبح جاهز. محبتش اطول الفيديو، فهقول لكم على السريع انا حطيتهم على بعض ازاي. اول حاجه خالص بنحط الرز بشعريه وعليهم العدس، وبعد كده عليهم المكرونه، وبعدين الصلصه، وبعدين البصل والحمص والدقه والشطه اثناء ما احنا بناكل. وبالف هنا والشفا، وصفه روعه. لو تشجعتم وقررتم تجربوا الوصفه ما تنسوش تصوروها وتبعتوا لي صور تطبيقكم ليها على اي من حساباتي على السوشيال ميديا زي فيسبوك انستغرام او سناب شات. وبليز بليز ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتعرفوا الناس على قناتي. باي of delight. شكرا جدا ليكم على حسن المتابعة.